السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وتكونوا في احسن حال، ومرحبا بكم في قناتكم وقناتي هدى شوب. مرحبا والف مرحبا، دائما كتنوروني بتعليقاتكم بارائكم الرائعه اللي كنتظرها دائما. وكذلك اذا كنتوا لاول مره كتزوروا القناه، ما تنسوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد. وكنتمنى تبارطاجيو القناه مع اصدقائكم وعائلتكم باش تستافدوا ويستافدوا حتى هما اكثر واكثر. هاد القناه كل ما حاجه مفيده وحاجه اللي غادي تستافدوا منها غادي تلقاوها فيها ان شاء الله. والمهم البنات، بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي يكونوا فيه منظمات تركيه اللي لقات اقبال اعجاب منكم بزاف صراحه. الا بغيتونا البنات نزيد نشارك معكم منظمات الاواني بحال هكاك ديال الخشب اللي خارجين دابا، يعني بزاف ديال الحوايج اللي بغيتو البنات نزيد نشاركهم معكم. كتبوهم لي في التعليقات ونزيد نشارك معكم، لان كاين داكشي صراحه شي حاجه اللي زوينه. ولا عجبكم اي موديل او اي شكل من هاد الاشكال هادو، ما عليكم الا تسكراني والموديل اللي عجبكم وتصيفطوا ليا في الواتساب هذا الرقم اللي على الشاشه 0707 33 61 01. هذا هو الرقم ديال الواتساب البنات. اللي عجبكم عجبتكم يعني اي حاجه، سكرني والموديل اللي عجبكم وصيفطوا لي موديل، سكرني البنات المنظم اللي عجبكم وصيفطوا لي في الواتساب. باقي نبقى دائما نشارك معكم بحال هكا يا جلاله، كيكون حوايج وداكشي ولفت على كلمه موديل. المهم البنات ماشي مشكل، المهم الفكره توصلكم. يعني اي حاجه تعجبكم من هذا الشيء اللي كنشارك معكم سيكرانيه وصيفطوا ليا. بصراحه حيت كان عليه واحد اقبال بالخصوص واحد المنظم اللي كيتحط فحال هكايا تحت من تحت لافابو، انا كيتحط فحال هكايا تحت لافابو. فهذاك المنظم زوين بزاف وعبارة على طبقات بحال هكا، في بلاصة ما تحطي في طبقة وحدة كيكون متكون من كتستافدي من 3 طبقات. ولقى الإقبال من عندكم بزاف وديك الساعة مبقاش، ولكن دابا رجعوا. فهادشي علاش قلت نشارك معكم هاد المنظمات كاملين. وكيف قلت لكم إلا بغيتو نزيدكم من الفيديوهات ديال الأواني، مهم كاين بزاف ديال الحوايج، يعني من هادشي ديال التنظيم ديال المنزل ديالكم أو المطبخ شي حوايج اللي كيكونوا بساط وفي نفس الوقت كتنظموا بيهم. وصراحة البنات بالنسبه للاواني او اي حاجه ديال تركيا وبالخصوص فحال هكا الاواني، واخا تكون ديال بلاستيك كتكون شي حاجه اللي زوينه وكيكون الكاليتي ديالها شي حاجه اللي زوينه. يعني حاولت نشارك معكم بزاف الموديلات وبزاف الاشكال، وكيف قلت لكم الا عجبتكم اي حاجه مرحبا والف مرحبا. بالنسبه كاين انا البنات في مدينه الدار البيضاء، وكنرسل لجميع المدن المغربيه وكذلك جميع الدول عبر الامانه. بالنسبه للمدن المغربيه فكيبدا الثمن من 50 درهم، كانت لكان كيلو كان جوج كيلو 51 درهم، كانت 3 كيلو 52 درهم، كتبقى غاديه وكتزاد درهم درهم، مهم فحال هكا على حساب الكيلو. اما بالنسبه لخارج المغرب فهذا كيبقى ثاني الثمن على حساب كل دوله والثمن ديالها، يعني ماشي ثمن واحد. داخل المغرب كاين ثمن واحد، ولكن خارج المغرب كيبقى على حساب كل دوله والثمن ديالها. يعني كيف قلت لكم البنات بالنسبه لي داخل المغرب فحال طنجه فحال مراكش، مهم كلشي يعني البلايص كاملين نفس الثمن، ولكن خارج المغرب كل دوله والثمن ديالها يعني على حساب كل بلاصه. وهذا الشيء اللي كاين البنات، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ولا عجبكم ما تنسونيش من اللايك ومن تعليقكم الرائع والمحفز اللي كنتظروا دائما البنات. كيف كنقول لكم والله العظيم الا بتعليقاتكم زوينه زعما الصراحه كتشجعوني نبقى دائما نشارك معكم الجديد بشي حاجه اللي كتكون زوينه وغتستافدوا منها يعني 100%. وراه كاينين البنات يعني اواني، كاين بزاف ديال الحوايج البنات اللي بغيت نشارك معكم في هاد الخصوص، يعني ديال الاواني بحال دابا هاد المنظمات كاينين الاواني يعني بشي حاجه جديده وزوينه وانيقه في نفس الوقت. كتحطي فيها الضيوف ديالك كتعطي واحد نظره يعني زوينه بزاف بحال هكا في الطبله. مهم كاين بزاف البنات، كيف قلت لكم الا عجبتكم اي حاجه مرحبا بكم والف مرحبا. تواصلوا معايا في الواتساب صيفطوا لي الموديل اللي عجبكم ونجيبو لكم، ما كاينش مشكل. هذا الشيء اللي كاين البنات، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ولا كنتو اول مره كتزوروه ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وفرجه ممتعه. وخليت لكم الراحه والهنا وفحال ديما ما سخيتش بكم،
كنتمنى نكون خفيفة على قلوبكم، فكنبغي دائما نشرح لكم كل شيء باش تاخدوا عليه فكرة، وتالا شي حاجة البنات نسيت وما شرحتهاش لكم وبقى عندكم تساؤل ما عنديش مشكل، كتبوها لي، اي سؤال يكون عندكم كتبوا لي في التعليقات، انا تقريبا كنجاوب جميع التعاليق، وكذلك ولا صيفطوها لي في الواتساب، يعني انا دائما كندخل بحال هكا باش دائما نبقى نجاوبكم، اللي يكون يعني اي سؤال ولا اللي بغات شي حاجه مهم دائما كنبقى نجاوبكم. كيف كتلاحظوا البنات هنا كيف يعني كاينين هاد المنظمات هادو الزوينين اللي كل حاجه كدار بلاصتها، يعني هنا في هاد البلاكارات هادو بغيت نشارك معكم كفكره كيفاش منظمه يعني البلاكارات تبارك الله ما شاء الله بطريقه اللي رائعه، وكل شيء منظم كل شيء واضح وباين، بالخصوص هاد المنظمات اللي كيبانوا من الفوق يعني مباشره كيبان لك بالضبط اشنو بغيتي، كيف كتلاحظوا يعني يكون الروز يكون السكر يكون اللي كان مباشرة كيبان لك اشنو باغا تاخدي. صراحة المنظمات ولا الاواني ولا الملابس التركية شي حاجة اللي كتكون زوينة، وفعلا الكاليتي ديالها كتكون دائما زوينة. وحاجة اخرى البنات يعني دائما بقاو تشوفوا العروض ديال بيم، حتى هما كيجيبوا منظمات رائعه ديال تركيا شي حاجه كيجيبوها زوينه بزاف، ننصحكم بالمنظمات او اي حاجه كتكون ديال بيم حتى هي زوينه بزاف، يعني انا من عشاق الاواني واي حاجه اي حاجه يعني في عروض ديال بيم، وكناخذ منهم بزاف وبزاف يعني مجرباهم في بزاف ديال الحوايج، ماشي تشوفوا مثلا شي حاجه فيهم نقص في الاثمنه تقولوا لا راه ماشي في حالها ولا هذه الكاليتي ديالها ناقصه ولا لا، بالعكس البنات راه اي حاجه كتكون في بيم راه كينقصوا فعلا في الاثمنه وحتى الكاليتي البنات والجوده كتكون شي حاجه اللي زوينه، يعني على حسابي انا جربتهم بزاف المرات، ماشي البنات خديت حاجه ولا مره خديت يعني راه بزاف ديال المرات. وكذلك كنتمنى انكم تدخلوا القناه اختي ساره عالم ساره الزيدات، حتى هي راه كل جمعه كتحط لكم العروض ديال بيم واشنو خارج، والجميل في الامر انها كتحطهم لكم مباشره، يعني ماشي غير عباره على صور كتحط كتصور لكم من بيم مباشره، كتاخذوا فكره اكثر واكثر على الموديل كيف داير او على اي حاجه واش كيتسد مزيان يعني المباشر حاجه اخرى، فهمتونا البنات يعني كتاخذوا فكره 100%. كنتمنى تدخلوا القناه ديالها وتدعموها، قناتها هي قناه اللي زوينه صراحه كدير فلوغات روتينات، وكذلك بحال هكا العروض ديال بيم عروض ديال مرجان بالخصوص بيم كل جمعه، يعني كتحط لكم فيديو كتوريكم حتى المشتريات اللي شرا شنو هي الحاجه اللي نجحات ليها بحال هكا وعجباتها وصدقات ليها، وشنو هي الحاجه اللي ما صدقاتش ليها وما جات ما عجباتهاش، يعني كل شيء كتشاركوا معكم على المباشر. كنتمنى تدخلوا عندها غتستافدوا منها بالخصوص في عروض بيم، يعني غتنفعكم الصراحه راه نفعت بزاف ديال الناس، دائما نهار الجمعه كيبقاو يتسناو الفيديو ديالها باش يشوفوا بحال هكا يعني العروض اللي كاينين مباشره، وفعلا حتى هي كتاخذ مشتريات يعني ديال بيم وكتشوفهم مباشره، يعني كتكون شي حاجه اللي زوينه قبيله البنات قلت لكم، يعني فرجه ممتعه وسبحان الله هضره كتجيب الهضره، هذا ما كان البنات. وكيف قلت لكم مرحبا بكم والف مرحبا بتعليقاتكم بارائكم الرائعه اللي دائما كنتظرها، وخليت لكم الراحه والهنا والفرجه ممتعه، وكملوا البنات الفيديو راه هاد المنظمات كلهم كاينين، يعني اي حاجه تبغوها غير سكراني والموديل اللي عجبكم وصيفطوه ليا وانا راه الاشاره، ومرحبا والف مرحبا وفرجة ممتعة البنات، وبسلام عليكم.